المجنونة ليش توقفت عن مراسلتي؟ أكيد زعلت من ردي ليها آخر مرة. وأنا ليش مهتم؟ في ألف واحدة غيرها. يا خالي يا خالي، أفا والله أفا عليك يا بنت الأخت أفا. يا خالي مطر، أنا اللي أريد أفهمك. إيش بتفهميني؟ أسميك إنك ما سويتي شي البر. إذا خليني أفهمك، الأرض قيمتها 2000 ريال بس، 2000 ريال فقط لا غير. خالي كأنك قاس تتكلم عن ريالين، هذول 2000 2000. بعد اللي أنا أريد أفهمك أنه الشركة رفضت تعطيك السلفة. جيم أعطيني أنت، أقصد يعني سلفيني. بردهن بردهن، ما قاعد تدحري عينك كذي. ها إيش قلتي؟ إيش في ساكتة؟ أقول خالي مطر، انت ليش ما تروح عند العم حارب او العم سلام؟ ترى عندهم واجد. اسميك انك بنت ابوك. الحين انت ما قدرتي تسلفيني، يعني هم بيسلفوني؟
وبعدين ايش اللي يخليك ما تقدر تسلفيني؟ ها صدقني صدقني، هم ممكن يساعدوك واكثر. قايله بنت اختي على اللف والدوره، لا تتهربي من سؤالي. بصراحه انا ما اقدر اسحب من عندي اي شيء عشان ما ياخذوا فكره عن عقيله انها مبذره. يتباروا بالبخل والعيار اولاد العسل. منهم عقيلة، هذا ردك الأخير؟ أيوة. بس 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 عرفنا إن تبى ترقدي. نشوف إن صرفة ثانية. يلا صبح على خير، خلي ترقد بروح. خليك يا خالي، أقصد خليك. خليك يا خالي، خليك وأنت توكل أمك كذي أحسن لي أبوي. أروح يا أبوي، صبح على خير. باكورتنا، خليك خليك يا خالي. لا أبوي لا خليني ولا شيء. يلا أبوي صبح على خير، مع السلامة. فاك سمكتي وتقول بعد خليك. الله يسلمك. ألفين. عارفة أنك كنت تنتظر رسالتي. عموما أنا ما كنت زعلانة منك، بس سامحتك على همجيتك معي في آخر مرة. أنا فعلاً كنت أنتظرها، وأعتذر عن أسلوبي الأخير. وأنا قبلت اعتذارك. ما بتقولي لي عن الاسم؟ اسمك رشيد ما صحيح؟ غريبة انك تعرفي اسمي، انا في رمز البريد كاتب العسم. خلي هذه الاسئلة واجابتها في وقت اخر، استأذن. لا ارجوك، انا فعلا اريد اراسلك، اقصد اريد اتكلم معاك. ما عليه، خيرها في غيرها، في وقت ثاني. مع السلامة. هالمرة هي اللي سكرت. الظاهر أني أنا نزلت من مستواي كثير. يا حي الله يا حي الله بولد عمي اللي شايل همي ومبغد لي غمي. حجر هذا نسيت، مالك حرب لي؟ ايش فيك؟ ما فيش، يعني حرام لما أسلم ورحب ولد عمي؟ في مثل هذه الحالات لا، لكن في حالتي وحالتك نعم. ايش السالفه؟ السالفه ما فيها ان انا وانت ولاد عمومه، يعني الدم اللي يسرف عروقي يسرف عروقك. ايش فيك يا ولد العم؟ احيدك يعني تقدم النيات، ايش اللي غيرك؟ غيرتني سواياك. انا من جيت هني وانت تحاربني، كان بيني وبينك ثأر. اسميك شايل مني وايد يا سلام. من عمايلك. تسمح لي من وقتك بثلاث دقائق اجي عندك المكتب علشان اتفاهم؟ زين، على الاقل اعرف ايش اللي في راسك. تفضل استريح. احسنت احسنت. سلام، كلمه ورد غطاها. انا اليوم جاي اصفيك. كيف؟ تصفيني؟ لا لا لا، قصدي أقول أتصافى معاك. شوية خاني التعبير. يقولون دائما كلمة الصدق تسبق. شوف سلام، أنا اليوم جاي أفتح معاك صفحة جديدة كلها حب وود وإخلاص ووفاء. إيش قلت؟ أنا من ناحيتي صافي، المهم انتهى. أنا؟ أنا من أنا؟ ومثل ما يقولوا يعني الدم ما يبقاش مية. وتعرف لهجات بعد. أسميك تطريد الدم اليوم، تطريد، لأنه هذا الدم يسرف عروقنا أنا وأنت، إحنا ولاد عم. بس أخاف هذا الدم من كثر ما تطريه يصير فيمته.
المهم انك توافق ان انا وانت نفتح صفحه جديده لا فيها مقالب ولا لعيب. زين انا ما عندي مانع، ومثل ما يقول اخواننا يا خبر النهارده بفلوس بكره بيبقى ببلاش. تعال على طاري ببلاش، هين هذا اللي اسمه مطر. مطر الحين خلاص قام يشوف شغله، عاد راح يطالب الناس اللي عليهم فلوس. بعدين ليش تسأل عنه؟ لا لا ابدا ابدا. اخو سلام انت ايش سويت موضوع العمليه؟ ما عارفه ايش اقول لك يا لطيفه، بصراحه انا خايفه من هذه العمليه. انا بصراحه ما قادره اتخيل واشوفك بعد السنين هذه كلها تكوني حامل. هل يكون بظني اني هذا بمنزك؟ انا ما هذا قصدي يا هند الله يهديش، انا قصدي حارب قاية اشكي همي عندش، حارب مشغول عني كما اول، جالس يفكر هذا اليومين بخطة انه يكون الرجل الاول في العيلة. اكيد هو يفكر يسوي شيء في سلام صح؟ لا لا طبعا انا ما قصدي. انتي ليش فهمتي بهذه الطريقة؟ ما انت اللي جالسه تقولي انه هو يفكر يكون الرجل الاول في العيله، وبعدين يكون في علمك وغصبا عنك وعن زوجك الرجل المهم والاول في العيله هو سلام. زين شوي شوي علي بعيد الشر. انا قصدي هو جالس يفكر انه يكون كبير العيله وحكيمها، والعيله ترجع له في كل صغيره وكبيره. مين؟ حارب. زين شوري علي، شوري علي يا هند، كيف اخلي حارب يهتم فيي؟ طلب الطلاق. ها؟ ايه كيف 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 كيف؟ يعني باية تهدمي لي بيتي؟ والله ما ادري عنك، عيل في حرمة تسأل هالسؤال. لا تراني اهتميت، والله اهتميت، شوفيني كيف انا متصفدة وحلوة وهو ولا هنا البر. هتكلمي لا تسكتي. سمعي يا لطيفة، استعملي اسلحتك الفتاكة، ما يقولوا ان عند الحريم اسلحة الرجال ما تقدر تقاومها؟ شغليهن. سمعت انا بس انا ما اعرف هذه الاسلحه. معقوله؟ عقب من يعرفهن؟ انا صدقيني صدقيني جربت كل شيء مع حارب وبدون فايده. زين انت قولي لي ولو سلاح واحد. يلا ما عليه، تراش كسرتي بخاطري، ابى اقول لك انا سلاح واحد وما زيدك. زين قولي لا. استعملي مع حارب وبذكاء سلاح دموع التماسيح. انا يا سلام يا اخوي، قلت ما دام انك وافقت على طول تجي عندي المكتب وتشرفني، فقلت خلاص الخلافات اللي بينا خلاص انتهت. قال خلاص يا اخوي حارب، فتحنا صفحه جديده. نعم نعم نعم. تفضل تفضل تفضل. انتصر الحق وزهق الباطل، انتصر الحق وزهق الباطل. ايش اللي صاير؟ انتصرنا، انتصرنا في الجولة الأولى، انتصرنا يا حارب. كيف يعني؟ عادت الأراضي المحتلة؟ بتعود بتعود، أهم شيء إن نحن انتصرنا في مطالباتنا المالية. نعم انتصرنا. حيو مطر، حيو مطر، حيو. هاي أخوتي هيدا عم، حيوني حيوني. زين ايش السالفة؟ السالفة وما فيها ان الجماعة اللي جالسين نطالبهم بفلوسه من مدة طويلة ويماطلوا، قدر الاستاذ مطر انه يخليهم يدفعوا ونقدا بعد. يا سلام عليك يا مطر، يا سلام عليك، والله هذا المطر يعجبني. نعم ترى هذا الحين عاجبنك الحين؟ ما هو هذا اللي ما راض انت توظفه؟ هو ما قال لي ان هذه الوظيفة وظيفته ولا وظفته؟ ايه ايه جماعة الخير، ابوي هذا الكلام الحين ايش بيفيدني انا؟ هذا المدح كله هذا ما بلاش، انا اريد فايتي وحسب الاتفاق. لا تستعجل يا مطر يا اخوي، الخير جاي منك. المهم بالاول نريد نعرف كيف قدرت تخلص هذا الموضوع. اي نعم،
اريد نعرف انت ايش سويت معهم. ما لازم تعرفوا، هذا سر المهنه. زين خبرني، احنا اصحاب الشركه. ليش هذا الاحراج الله يهديكم؟ تصرفتوا خلاص يعني؟ لا 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 لا، لازم تقولنا، يمكن هناك سر. اي نعم، على الاقل يمكن احنا نوظف اثنين عشان يساعدوك. ما ينفع، اسلوبي نادر ما حد يستخدمه، وبعدين هذا الاسلوب يبالغ اداره. يبالغ اداره، يبالغ ساره، يبالغ ستاره، المهم احنا ما نتركك لحد ما تقول. انزين بقولكم، بس خلاف لا تلوموني. ها هو قول، كلم خلنا نسمع. الله يسلمكم، انا في اليوم الاول كلمت الجماعه وبالاحسن، لكن قاموا يتلاعبوا. ثاني يوم هددتهم اني بخطف ولدهم الصغير. اوه وعذابي انا بالذات، وعذاب. ايش سويت؟ صدقيني نحن جالسين نضيع وقت. انا احس ان اكبر من المراسله وبس. رشيد انت ايش تريد بالضبط؟ قل لي بصراحه. بصراحه انا ارتحت لك كثير، واحس ان لو تقابلنا ممكن نتفاهم. باختصار انا اريد اقابلك. هذه الخطوة بدري عليها، ليش مستعجل؟ الظاهر انك تريدي تتسلي وبس، علشان كذي ترفضي. انا اريد اتأكد انك جات في الاول او لا. صدقيني انا جاد، ولما نلتقي بتتأكدي. زين بنلتقي. ها وين؟ الساعة كم؟ سلام، ايش كنتوا تسووا في مركز الشرطة؟ خليني ارتاح شوي، خليني ارتاح. طلبونا والسبب ذاك اللي بنيه مطر، كان بيودينا في داهية ملعون. ايش سوى؟ ايش سوى بعد؟ على باله عايش في شيكاغو، جالس يطبق حرب العصابات، لا بارك الله فيه. زين قول لي ايش سوى؟ الله يهديك يا هند، انا الحين ارطن، اتكلم معك عربي. من اول مهمة يهدد الناس انه يخطف ولدهم. ورجعوا الفلوس؟ وانتي هذا اللي هام منك انتي الحين؟ بس هذا اللي هام منك؟ لا انا ما قصدت. هم رجعوا الفلوس من هنا، ومن هنا سووا بلاغ ضد الشركه واسلوبها في المطالبه. والله صحيح ان شر البليه ما يضحي، اما مطر هذا طلع سالفه. زين وانتوا بعدها كيف تصرفتوا؟ كيف تصرفنا بعد؟ بينا لهم حسن النيه وقلنا لهم ابوي هذا الانسان ما يفهم، هذا ما يقصد، يمزح، هذا بغام غشيم، يا جماعة سامحوا ويلا يلا يلا صدقونا. وعلى كذا سحبوا الشكوى؟ هم سحبوها، لكن سحبوها عاديش بطلاع الروح. بعد ما كتبنا لهم تعهد وطيبنا خاطرهم ويلا يلا ومني، لكن بصراحة يا هن طلعوا ناس طيبين ومسالمين. نعم بصراحة السلام انت الغلطان، لانك اصريت توظفه عندكم. وانا اعلم الغيب يا هند، انا عبالي هالانسان بيصير آدمي، لكن ما عليه، أنا أعرف كيف أخليه يتعامل مع الناس المخلوق. شي غدا؟ الغدا جاهز. اليوم ابوي انا في ايش ولا في ايش؟ ما يكفي هذاك المطر اللي سواه فيه اليوم؟ شفت كيف؟ ما مهتم الا بشغلك والتفكير فيه، ابدا انت ما تفكر في الدموع اللي تسيل.
بس عقب اخاف انسحط بدموعش هذا اللي تسيل على خدش المغمر. انت امك تتخمس علي وانا بس انا مو ما غطنا منك. لا يا حرمة انت ما لايق عليش قاسة تتبكي مثل بنات الصغار. اقول لي استونا جاي من مركز الشرطة وكنت انسجن، كانوا بيسجنوني بسبب هذاك اللي اسمه مطر. سكتي عني خلنا اكل. لا وليش انتو تنسجنوا بعد؟ ترى هو اللي مهدد الناس. لا هو اللي مهدد الناس وهو هين يشتغل، يشتغل في الشركة ومن اصحاب الشركة احنا، علشان كذا بغوا يسجنونا يفتكروا ان احنا اللي قلنا له عشان يهدد الناس. فهمت الحين يا الدهق انتي؟ زين ترى خلاص خلص الموضوع، نرجع لموضوعي انا. لا لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. زين قولي لي ايش المطلوب مني انا الحين؟ ايش بغيني اسوي؟ تهتم فيني كما اول وتدخلني في كل مشاكلك. لا انت يعني باغي تدخلي في كل مشاكلي؟ انا والله ما عندي خبر، ولا اقودش من يدينش ووديش مركز الشرطه علشان يسجنوش كم يوم وارتاح من نواحش. مشاكلي لا. وابوي فشلت خطة التماسيح. يعني كيف؟ ما تعطوني فايدتي بالنسبة اللي اتفقنا عليها. انت بعدك تدور على فايدة يا بني آدم. انت كذاك بتخسر الشركة واصحابها. انا ما يخصني، انا ابا فايدتي حبيبي. انا تعبي ما يروح كذي ببلاش. سمعتني ولا لا؟ سمعتك واسمعني انت بعد. انا ما اعرف كيف يصرفوا معاك اصحاب الشركه. انا عارف انه ما بيفوت الموضوع كذاك، عشان كذي اقول لك اصبر خليهم يجتمعوا ونشوف ايش بيصير في الموضوع. يا اخوتي هي في الاول تهللوا وتكبروا باللي سويته والحين تعيبوا علي. كيف يعني انا ما اشتغلت؟ اشتغلت، ما حد قال انك ما اشتغلت، لكنك متهور. واحسن شيء تلحق على عمرك وتصير تعتذر منهم. خلاص وينك؟ موجودة بس ما كفاية كذا؟ خلاص نروح ننام؟ خلاص ننام بس بكرة نتراسل عشان الموعد. الحين رشيد متعلق فيني أنا عقيلة ولا في المجنونة؟ لا 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 لا، هذا الكلام ما يصير ابدا. انتوا هذا الانسان لازم تفنشوه. يا حارب ما بهالطريقه الله يهديك. قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. انت يعني تريد هذه الشركه تتسكر ولا ايش؟ والسبب صاحبك هذا؟ صاحبي هذه الصفحه البيضاء اللي باغي تفتحها معي. الصفحه البيضاء شخبط فيها صاحبك مطر. ما انت اللي اصريت علشان يتوظف وتعهدت انك تكون المسؤول عن كل اخطائه. انا مسؤول عن اخطائه اذا سرق او تلاعب، لكن اللي سواه انا ما امرت. هذا شور طلع من راسه هو. يا ولد عمي احنا ما مضطرين نكون تحت رحمه شور خالي مطر. هذه المره عدت، من يضمن المرات الجايه؟ يعني يا عقيله انت مع حارب في انهاء خدمات مطر؟ يا أبو زاهر
احنا بعدنا نتكلم في الموضوع. لا لا لا، ما في كلام في هذا الموضوع. هذا الانسان ما ينفع لهذه المهمه ما دام هذا اسلوبه. يا جماعه الخير، مطر جاني واعتذر عن اللي سواه وقال لي انه ما يقصد، وانا تراني اعرف مطر شحطه فاضي. وانا بعد تكلمت معاه في الموضوع، ولما خبرته عن خطوره اللي سواه والاحتمال الوارد في عدم بقائه في الشركه، ابدا تنازله وقال انه يريد يبقى. يبقى علشان يجيب لنا مصيبه ثانيه. أنا من رأيي يا جماعة الخير نعطيه إنذار أخير، لو كررها بنتصرف. إذا بقى في الشركة لازم يكون واحد منا مسؤول عنه. هذا الواحد ما أنا طبعا، لأن أنا هذا الإنسان ما أعرفه لا من باب ولا من سبع. أما أنا بصراحة يا جماعة الخير ما أقدر أتعامل معاه نهائيا خلاص. وأنا طبعا ما ممكن، هذا خالي ما أقدر أسيطر عليه. يعني ما حد بقى غيري أنا. الله يعيني واقدر امسك اخطام هذا المطر مال بلاش. رشيد رشيد اكيد ما سمعني، احسن لي اخلي عن لا يضايق مني بعد. مساك الله بالخير يا وجه الخير. انا قصدك انت يا طويل العمر، قصدك انت. خير في شيء؟ الخير مع أهل الخير من أمثالك اللي ما يترددوا في مساعدة الناس. هي نعم نعم الأخ، قول لي بغيت شيء؟ ترى الحال واحد من فضل خيرك، هن كلهن 5 ريالات بس. البنت الله يسلمها مريضة وأكيد محتاج. الله لا يراويك مكروه يا رب العالمين. شيء عندك 9 ريالات؟ عندي 10. هاتن شوي، والحال ترى واحد. هي بس أنا إيش قصده؟ لا هو يقول بعد الحال واحد وغاب الغوازي. غاب الغوازي خمسة حالك وخمسة حالي مال بلاش. لا تعقبنا العافية والحال واحد. شكرا. دقيقة وبالضبط توصل المجنونة. أكيد هي من النوع اللي يلتزم بالمواعيد، بس كيف راح يكون شكلها يعني؟ هذه إيش جابها هنا الحين؟ مساء الخير. مساء النور عقيلة. خير أشوفك هنا؟ أنتظر واحد من أصدقائي. واحد من أصدقائي؟ تصدق؟ حتى أنا جاي أنتظر صديقتي هنا. عن إذنك. يعني ما اخترتي إلا هالمكان؟ يا الله ايش هذا الجمال؟ يا المجنونة فديت عمرك. انا رشيد وكنت انتظرك على احر من الجنة. تعرفي يا مجنونة انا نعم الاخ نعم. في شيء؟ لا ابدا، انا كنت رايح طالع. انا بس بعرف انتم متى تودروا عنكم هالحركات. لؤي خلي عنك، لا تعكر مزاجك. هدي يا لولو. لولو؟ لؤي؟ والله لو كررت هالسالفة مرة ثانية لأني بطحنك وبسويك كباب، فهمت؟ كباب، سلام، تمام، فلام، فهمت، شكرا. حصلت صديقك يا كباب.
اقصد يا رشيد كبر.